السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هدرت لكم في جوج ديال لي فيديو قبل على المنحة الهنغارية، واللي كتيح فرصة بزاف ديال الطلبة باش انهم يسطو يستافدوا منها ويجيو لوروب ويكملوا قريتهم، سواء بالنسبة لإجازة ماستر ولا الدكتوراه، ولا حتى بالنسبة للاستاج ديال الدكتوراه. اليوم غادي نلخص لكم هادشي، اوكي؟ غادي نلخصو لكم، تبع مزيان. غادي نهضر على ترجمة ديال الوثائق، غادي نهضر على شهادة اللغة، غادي نهضر على وقتاش غادي تخصك تقدم على المنحة، وهادشي كامل حطيته لكم هنا، اوكي؟ يلا بسم الله. اول شيء خصك دير هو هذا. يعني دابا انت سمعتي وليتي مهتم، يعني سمعتي بلي كاين هاد المنحة الغارية، ولا كنتي سامع بها قبل وليتي ديما مهتم بها، يعني بغيتي حتى انت تقدم عليها ان شاء الله. اول حاجه غادي دير هو تبريباري لي دوكيمون ديالك، تحضير الوثائق وترجمتها الى اللغه الانجليزيه. شنو هما هاد الوثائق؟ هما لي ديبلوم، لي غولفي دو نوت. هما المهم حتى نهضر عليهم من قبل، نهضر لك عامة. دابا عندك لي ديبلوم، وعندك لي غولفي دو نوت، وعندك مثلا لاتيستاسيون دو سكولاريتي، الشهاده المدرسيه الا كنتي مازال كتقرا دابا ان شاء الله، ولا سميتها. فوالا، هادو هما الاساسيين. الحاجه الثانيه هي تدرب راسك على كيفاش تقدم راسك. ما تنقولش كدا ما تكون معلم في لونغلي، تكون بادئ من شحال هادي، ولا تكون طياره، ولا ما كان اكزيجيش عليك. متفقين على هاد النقطه؟ تدرب راسك كيفاش تقدم نفسك، how to introduce yourself بالانجلي، كيفاش تهضر على المسار الدراسي ديالك. فوالا، دابا انت كتقرا، كيفاش تهضر على مثلا المسار الاكاديمي، حتى الا كانت عندك شي تجربه كيفاش تقدر تهضر عليها. دونك ما طلبت منك حتى شي حاجه، ما طلبت منك شهاده ديال الايلتس ولا الطفل ولا شي شهاده عالميه ولا خلاص ولا دير، ما كاين حتى شي حاجه. هادشي تقدر ديرو دابا، متفقين؟ حتى ولو كنت ضعيف في اللغه الانجليزيه. هادشي اللي تحتاجو باش ان شاء الله نهار تكون عندك مقابله شفويه تعرف تهضر راسك، يكون داكشي بسيط جدا ان شاء الله. غتبقى تحقق من الموقع ديال المنحه، حيت كتسول مثلا وقتاش هاد المنحه كتخرج باش ندفع ليها، ياك؟ غادي تدخل لمابوكس، الا دخلتي جوجل ودرتي مابوكس، الرابط الاول غادي تدخل له، غادي يطلع لك هكا دول المنح بزاف من دول مختلفه. دونك انت غادي تبقى تسكرولي داون، سكرول داون، جابت تبت تبت تبت، غادي تلقى المنحة الهنغارية، اوكي؟ غادي تلقى هادي 2022 مثلا. دابا انت ان شاء الله دات السنة الآتية اللي هي 2023، دونك انت شوف دات 2022 باش تشوف عليها مثال، اوكي؟ وباش تشوف حتى وقتاش كتخرج. إذن غتبقى أسبوعيا، ماشي كل نهار ولا شي حاجة. مثلا غادي دير من السبت للسبت، بقا تشوف. إلا خرجت ان شاء الله ديك الساعة غادي يكون عندك هادو موجودهم، وغادي دير لابليكاسيون ديالك في لا بلاتفورم، متفقين؟ بحال دابا مثلا هادي من العام اللي فات في 2022، كان ديدلاين في شهر واحد في النص في جونفي، كان هذا هو الديدلاين بالنسبة باش تحط لي دوكيمون ديالك وباش تعمر لي زانفورماسيون ديالك في البلاتفورم ديال لا بلاتفورم هونغواز، اوكي؟ والرابط ديال هاد البلاتفورم حتى هو غادي تلقاه في مابوخس. كيف ما قلت لك، دابا الا مشيتي ودخلتي المنحة، يعني اللي خرجت العام اللي هاد العام ديال 2022، غادي تلقى الوثائق كاملين، داكشي نفسه غادي يخرج لك حتى انت ان شاء الله العام الجاي. ملي غادي تبغي تقدم على المنحة حتى انت غادي يخرجوا لك نفس الوثائق. دونك يمكن لك دير اليوم تفقدهم، يمكن لك دير اليوم ضليلة. اجيو نشوفو دابا الكونديداتور ديالك، اشنو غادي يطلبو منك. اول حاجة ليتر دو موتيفاسيون، ليتر دو موتيفاسيون كاينين لي فيديو في يوتيوب، كاينين نماذج في جوجل، قالك تيليشارجيو بالانجليزيه، تيكون عندك فيها فقرات، وكل فقره وعلاش كتهضر، ماشي شي حاجه صعيبه. اتيستاسيون بروفون فوتر نيفو، رد البال هنايا بروفون، صافي، يعني كتبين المستوى ديالك في اللغه الانجليزيه، ما حدوش ليك، متفقين؟ ما حدوش ليك نوع الشهادة، إذا أنت حر.
بروفون تقدر تمشي عند شي مركز ديال اللغات الا كنتي كتقرا عنده، ولا واخا ما تكونش تقرا عنده غتمشي عنده تقول له خويا بغيت دير ليا تعطيني شهادة اللغة بأنني قريت عندكم في هذا المركز بأنني أنا ضابط الإنجليزية. صافي يقدر يدير لك ميم حتى في المستوى، يقدر يدير لك بأنك أنت عندك مستوى B2، حيت B2 هو اللي كيطلبو بزاف. إلا باغي يدير لك حتى C1 يديرها لك، ما كاينش المشكل. المهم غير باش تعرف، حيت كاين الناس اللي داروا هاد البلان هذا اتيستاسيون ما دوز الامتحان لا شي حاجه، مشى دارها غير عند واحد المركز، مشى عند واحد المركز وعطاه شهاده اللغه ودارها هي اللي يعني ابلودها في هاد البلاتفورم. متفقين؟ دونك حتى انت يمكن لك ديرها، ولا اذا كنت تقرا مثلا في لافاك تقدر تمشي عند البروف اللي تيكون شارجي بلا لونغ اونجليز. متفقين؟ تمشي لعندو وهو يمنح لك هاد الوثيقه، ولا زعما لك ميسر كي البروف اللي يقول لك انا ندير لك تيست ولا شي حاجه يقدر يعطي لك بلا تيست بلا حتى شي حاجه. المهم هو انك يكون عندك هذوك المتطلبات اللي ريكويرمنت لي بريروك. دونك اتفقنا، حتى الا ما كانش عندك شهاده اللغه، الا ما كانش عندك شنو كدير؟ يمكن لك حتى شهر واحد في شهر 8. يعني تخيل معايا، حيت دابا انت دفعتي في جونفي، بقالك شهر جوج، شهر ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، شحال؟ عندك 7 شهر، 7 شهور كاملة وجدت فيها لونجلي ديالك، وجدت فيها ديك لاتيستاسيون. في حالة هذه مثلا، إلا دفعتي للجامعة وطلبات لك واحد شهادة معينة بالضبط، قالت لك أسيدي حنا ما كنقبلوش هاد الشهادة، خاصك تجيب لنا هاد الشهادة، عندك 7 شهور، خير والبركة. حاجة واحدة أخرى، راه حتى الناس اللي باقيين تيقراو اللي فيتور ديبلومي، انت مثلا دابا كتقرا في الباك ولا كتقرا في الاجازه، ولكن ان شاء الله من هنا لشهر 7 ديال السنه الاتيه غادي تاخذ الدبلوم ديالك، كيف ما قلت سواء اجازه ولا سواء ماستر، ولا مثلا غادي تاخذ الباك. يمكن لك حتى انت تقدم واخا ما عندكش الدبلوم دابا. وقتاش شنو غادي دير لهم؟ لاتيستاسيون دو سكولاريتي، شهادة مدرسية عادية، تمشي تاخد شهادة مدرسية إلا كنتي في التعليم العالي تاخدها من لونيفرسيتي ديالك، ولا كنتي في الثانوي تاخدها من عند الحارس العام ولا من عند المدير، ودي الترجمة الإنجليزية غادي ديرها. والديبلوم وقتاش غادي ديرو ليهم؟ حتى لو أن أوت. متفقين؟ يعني عندك واحد الأجل حتى الواحد من شهر 8 هذا كامل يمكن لك تحط فيه هذاك الدبلوم ديالك ان شاء الله. فوالا. وعندك بالنسبه لي غول فيتنور هادو حتى هما. دابا نهضر على الترجمه، كيفاش انا غادي نترجم الوثائق؟ مهم مزيان الترجمه، ما كاينش حاجه سحريه غادي تشد مثلا، حيت كنت قلت لكم في لي فيديو اللي فاتوا بان الترجمه يمكن لك ديرها مجانا بلا ما تخسر فيها فلوسك. طبيعة الحال كاينين لي زاجونس، كاين لي بيرو اللي كيعملوا الترجمه، يقول لك تمشي لعندهم غادي يكلفك مثلا واحد 120 درهم ولا 150 درهم، هذا كيخضع لكل مكتب وغادي يترجم عليك وغادي يدير لك يعني الكاش ديال مترجم محلف وغادي تحطها مزيان. انا قلت لك اسيدي يمكن لك ما تخسرش فلوسك، يمكن لك الفلوس توفرهم وتمشي تترجمهم انت، وغادي ديهم سواء الثانويه ولا في لافاك مثلا ليكول ولا نيمبورت اللي كتقرا فيها، وغادي يدير لك الكاش مطابق للاصل. ولكن الترجمه خاصك ديرها تكون معقوله، ما غاديش نقول لك شي حاجه ايدونتيك 100%. ناخذ ان اكزامبل، بالنسبه انت خديتي ليسونس بغيتي تقرا الماستر، اوكي الاجازه اللي كناخذو في المغرب راه الوثيقه كتكون فيها واحد الجهه اليمنيه ديال العرب فيها العربيه، والجهه اليسرى فيها الفرنسيه، وكيكون بزاف ديال لي دوني، ما تحتاجش دير هادشي كامل. كاين الحوايج الاساسيين فقط، سميتك، كنيتك، رقم الطالب، وقتاش خديتيها، الفيليغ وما الى ذلك. ما تحتاجش ديرها ايدونتيك كيف ما هي بالضبط، دير لانوت الميزه وقتاش خديتيها، هادشي اللي كدير، ما كديرش حاجه اكسترا اوردينار غير داكشي من عندك. ترجمه كاين اللي تيصيفط بطبيعه الحال اللي كيديروا لا تراديكسيون، ولكن
راه ما غاديش تحط ليه الوثيقه ديالك وغادي يحط لك مقعد بلي كولون مقعدين كل شيء في بلاصتو، ما تعولش. ولهذا داكشي علاش كتلقى مثلا الناس كيخدموا في الانترنت باش كيدير الترجمه، الا كان هو مثلا غادي يدير الترجمه. وكاينين مواقع اللي كيوفروا لك الترجمه مجانا، علاش هو غادي يمشي يخلص عليها مثلا ولا يدفع عليها واحد 5 اورو ولا شي حاجه؟ متفقين؟ اذا الترجمه غادي تحاول تجرب شي روابط في جوجل، الا داروا لك الترجمه مزيان مزيان، الا ما داروهاش خصك دير انت براسك. راه ماشي شي حاجه صعيبه. اشنو غادي تترجم؟ غادي تترجم المواد مثلا، بحال مات هي ماتيماتيك، الشيمي هي الشيمي، علوم الحياه والارض سيونس دو لافي دو لا تيغ، البيولوجي هي البيولوجي. ما كاينش شي حاجه اللي غادي تبحث فيها، الترجمه غادي ديرها انت بوحديتك. وبالنسبه الوورد، انت كتعرف لي زوتي، لي زوتي بيغوتيك يعني الوورد والاكسل وما الى ذلك. الوورد شنو كدير؟ كدير واحد الاطار الفوق وكدير واحد طابلو لتحت، وغادي دير مثلا جهه فيها سميت لي ماتيير، واحد الكولون عاوتاني فيها لي نوت ديالك، واحد الكولون فيه مثلا جبتيها بالفاليدي ولا غاتخاطباج ولا شي حاجه، صافي راه ما كاينش حاجه صعيبه. ولتحت كدير الموان ديال السيمستر ديالك، فوالا هادشي اللي كدير. وكتمشي كدير الاستاذ الحارس العام ولا المدير ولا الفلافا، كدير الدويان ولا الفيس دويان، وغادي تقول ليه خويا دير لي النسخه مطابقه للاصل، زعما باردون يدير لك الكاش. هادشي اللي كدير يعني باش دير شي ترجمه غتحطها وغتنزل سحريا، غادي تحط لك الوثيقه كيما هي، راه ما كايناش. دونك هادو حوايج اساسيات خاصك تكون تعرف ترسم مثلا طابلو، تعرف كيفاش تقاد لي كولون، كيفاش تمزج هاد الكولون مع هاد الكولون. المهم هادشي خاصك تعلمو، لو دخلتي اليوتيوب تعلمو في جوج سوايع. دونك حتى انت ما تكونش مستعجل بزاف وبغيتي كل حاجه دار ببوان بواحد الكليك. دونك تبت غادي توجد عاوتاني الباسبور ديالك، الباسبور حتى الا ما كانش عندك مثلا وخرجت المنحه دفع ليها، يمكن لك دير غير لاكارت ناسيونال ديالك البطاقه الوطنيه حتى الواحد اوت عاد غادي تدير الباسبور. متفقين؟ ودائما كتقول لهم كدير واحد ديكلاراسيون تصريح بانه مثلا في واحد اوت غادي توجد هاد الوثيقه اللي طالبين لك وغادي تابلودها. هادشي اللي كاين. بالنسبه الناس اللي بغاو يديروا الدكتوراه، ها الا بغيتي تجي دير بي اتش دي هنايا يعني غادي تقراها في 4 سنين، ولا كنتي مسجل في المغرب مثلا بغيتي تجي دير لنا ستاج، هاد بروغرام دي شونج خصك تواصل مع لي بروف اللي في هونغري، تواصل معاهم كاينين الروابط غادي تلقاهم في الموقع ديال المنحه. كما قلت لك الا دخلتي ليكزامبل ديال 2022 غتلقى هذاك الاطل، تقرا دوك لي زانيكس وداك النوتيس ديال سميتو ديال المنحه، وغادي تحاول تلقى داك الرابط وتدخل له. غادي تلقى بزاف الجامعات، والجامعات فيهم حتى السميات ديال لي بروف، وهذوك لي بروف راه يمكن لك تواصل معاهم وتقول لهم انا بغيت نجي عندكم، انا كنقرا هذه وكندير هذه الى اخره. يعني هذا تخصك لا تاخذ اكسبتاسيون من بروف من هونغري، وتخصك لا تاخذ ريكومونداسيون من عند استاذ في المغرب في المؤسسه اللي كتقرا فيها ولا في المكان. دونك هادشي اللي كاين، ونتمنى ان شاء الله هادشي يفيدكم. وراه كاين 165 منها، فحتى انت يمكن لك ان شاء الله تكون ما بين هاد 165. علاش لا؟ ربي يسر لك ان شاء الله. السلام عليكم.